مشاركة نتاع الفريق الوطني في أي تظاهرة عالمية فيه بطبيعة الحال الأمور الرياضية، ولكن في الأمور المرتبطة بالمغرب وبالمملكة المغربية، لأن الفريق الوطني يمثل بلدنا في كل المحافل. الأمر اللي كاين في المشاركة في الدورة المقبلة نتاع الشان هو أن الفريق الوطني متأهل لهذه الدورة بطبيعة الحال بعد الإقصائيات اللي كانت تلعبات، وفي دفتر نتاع التحملات نتاع تنظيم التظاهرات القارية والدولية، البلد المنظم وفي هذه الحالة هو الجزائر تيقدم كل التسهيلات للبلدان المشاركة على أنها توصل البلد باش تشارك في التظاهرة. احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير إن شاء الله أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة، وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني. وبطبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها كيف كان في قطر وكيف كان في باقي الدول هي الخطوط الملكية المغربية. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف، من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص باش الفريق الوطني يوصل لقسنطينة. احنا ما طلبناش من البلد المنظم باش يوفر لنا رحلة خاصة أو لا شيء من هذا القبيل، نطلب ترخيصا لنزول الطائرة على الخطوط الملكية المغربية إن شاء الله يوم 10 يناير حوالي الساعة 2:45 في مطار قسنطينة، وننتظر ردا لنتخذ القرار على إثر هذا الرد.